الآن رئيس إذا كلف رئيس وزراء، أي رئيس وزراء قادم، وهذا حق للسمو الأمير كفلها الدستور، رئيس الوزراء القادم تعتقد أنه يجب أن يتعجل بتشكيل الحكومة أم عليه أن يأخذ وقته الكافي لتشكيل حكومة تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة؟ والسؤال أيضا، هل من الممكن أن يقول البعض بأن أخذ الوقت وأخذ الفرصة الكافية لتشكيل حكومة هو مماطلة حتى يتم تمضية الوقت ويتكون ترتيبات أخرى تصير تحت الطاولة؟ المماطلة مرفوضة من الحكومة ومن الأخ رئيس المجلس، تعطيل الجلسات وتعطيل مصالح علاقة رئيس المجلس. أنا أقول لك أنا علاقته بداية بالحكومة المماطلة يعني وجعل العملية تمر بالأقساط المريحة، يعني ها أنباء عن الاستقالة، وزراء يقدمون استقالتهم للرئيس، الرئيس يأخذ الاستقالة للمراجع العليا وجعلها بهذا التقسيط، هذا كله إضاعة لوقت الوطن والمواطنين. وحتى هذه اللحظة ترى لم يصدر أي إعلان رسمي عن قبول هذه الاستقالة، فما زالت قائمة، لذلك الحكومة ما زالت قائمة. وهنا تأتي مسؤولية رئيس المجلس، يجب أن نتلقى دعوات ويجب أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبل. ما اجتمعتوا في مكتب المجلس؟ ما اجتمعنا قبل الجلسة التي حدثت السابقة ثلاثة والأربعة، ووضعنا جدول أعمال الجلسات ووضعنا جدول تواريخ الجلسات، فهناك جلسة مقررة يوم الثلاثاء والأربعاء، يجب أن تعقد هذه الجلسة حتى ما نضيع مزيد من وقت المواطنين. فدستوريا المدة الوحيدة الموجودة هي مدة تشكيل الحكومة. يقول لك ماكو أسبوعين، هذه بس بداية مجلس الأمة، لكن ماكو مدة. إذا كانت ونحن أمام مشهد جديد، مجلس جديد وحكومة جديدة، الدستور ما أعطاك إلا أسبوعين، فما بالك بنص أعمار المجالس أي تغيير حكومي كيف ما يأخذ بمدة أسبوعين؟ طبيعي هذه المدة تمشي على كل التشكيلات الحكومية من باب أولى. المماطلة أنا أقول وهم يظنونها تكتيك سياسي، يقول أسامة إحنا قاعد نضيع من وقتكم وقت المجلس، لا أنت قاعد تضيع من وقت الوطن والمواطنين وقضاياهم التي تستحق. فلذلك هي دعوة للحكومة ودعوة أيضا للأخ رئيس المجلس أن نكتفي بما أضعناه من أوقات ثمينة ونعقد جلسة يوم الثلاثاء والأربعاء القادم ونناقش ما يهم حقيقة الوطن والمواطنين. أنزل.